قامت الثورة السورية. أهلا بك يا سيد الحسن معنا. بارك الله بكم. أهلا بك يا سيدي. مجزرة في ذكرى مجزرة، كيف هو الوضع الآن في سوريا؟ نرحم أرواح شهدائنا الأبرار ونسأل الله الشفاء للجرحى. البارحة قبيل منتصف الليل بقليل وحتى ساعات الفجر، حتى منتصف الليل وحتى السحر الذي يعني ينزل به ربنا سبحانه وتعالى ويكون أقرب ما يمكن، كانت كتائب الأسد الوحشية المجرمة تقصف حي الخالدية بقذائف هاون. والمعلوم لك وللأخوة المشاهدين أن قذائف الهاون هي قذائف غير موجهة، عشوائية يعني. يعني هذه القذائف العشوائية انطلقت من مقر المخابرات العسكرية في حي الخالدية، لأن هذا النظام هو نظام استخباراتي زرع مقرات للمخابرات في جميع أحياء السكانية. قذف هذا المقر صدرت منه حوالي 225 قذيفة هاون، أودت بحياة 285 حتى الآن مواطن، وهناك حوالي 1000 جريح، يعني كأنه زلزال أصاب المنطقة. هذا القصف، عفوا سيد الحسن للتوضيح، هذا القصف أصاب حي الخالدية فقط في محيط مدينة حمص أم أصاب أحياء أخرى؟ هو القصف البارحة كانت هناك حملة على باب تدمر وباب الدريب وحتى في ريف حمص مثل رستان ومثل تلبيسة، واليوم استشهد قائد من قوات الجيش الحر، قائد شهداء تلبيسة الملازم المهندس. يعني المذبحة الحقيقية وكان التكثيف في القصف كان على حي الخالدية. سقط شهداء في الرستان وسقط شهداء في مناطق أخرى، لكن العدد وهو ما غطى بقية، يعني نتكلم اليوم عن 9 شهداء في دارية في ريف دمشق وهذه تعتبر مجزرة، نتكلم عن 5 شهداء اليوم في إدلب وهذه تعتبر مجزرة، كانوا ذاهبين إلى العمل قاموا برش. طيب. لكن حدث الخالدية صعق السوريين، صعق المجتمع السوري وصعق المجتمع الدولي، وأصوات الاستغاثة التي صدرت من هنا من نساء تناشد ملوك العرب، وناشدت ملكة السعودية، سمعناها على يعني قناة الجزيرة، وناشدت أمير قطر، وناشدت جميع الحكام، وسمعنا صراخ الأطفال بأذاننا وأحسسنا بالعجز أننا لا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. وفي هذا الإطار سيد الحسن، حين يعني وصلت بنا إلى الحديث عن الشكوى وطلب العون من الدول العربية، أنتم المناوئون لنظام الأسد داخل سوريا، كيف تنظرون إلى التطور الذي جاء من جانب تونس؟ طردت سفيرة النظام السوري يعني توطئة وتمهيدا لسحب الاعتراف من هذا النظام، وربما يعني هناك أمور على هذا المنوال، هل تتوقعون جديدا على هذا الصعيد؟ نعم، أو نحن نشكر الأخوة في تونس، ويعني خرجنا على القنوات وشكرناهم، ويعني هذا موقف يعني يقدر للحكومة التونسية، وننتظر من هذا، وهو يعني حقيقة تأخر يعني، ولكن يعني كما يقال أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل، لكن نحن ننتظر خطوة مماثلة من جميع الأخوة العرب. أن يعني ماذا يفعل السفير السفراء في سوريا؟ يعني ماذا يفعل سفير مصر وسفير الأردن والسفراء المملكة والسفير، ماذا يفعلون في سوريا؟ هذا هو السؤال. وماذا يفعل السفير السوري؟ يعني هذا السؤال، ماذا يفعل السفير السوري في أيضا؟ لابد من طرد هؤلاء السفراء لأنهم يمثلون بشار الأسد، وبشار الأسد هو أصبح مجرم القرن الحادي والعشرين. يعني هذه خاصة بعد مذبحة الخالدية التي يعني العالم صعق، وحالة احتقان وغضب لا يمكن تخيله في الشارع السوري. يعني نرى الجثث بالعشرات، ونرى جثث تحت الأنقاض، وهذا الموقف المهول، يعني صعق الشارع السوري من أقصاه إلى أقصاه. ويعني منذ أذان الفجر خرجت يعني مظاهرات تفضح بإعدام الرئيس وبإسقاط النظام، وحالة من الاحتقان يعني سادت الشارع السوري. نعم سيد الحسن، يعني وردنا خبر في الشان السوري، خبر عاجل على لسان الهيئة العامة للثورة السورية، أن قوات النظام السوري شنت حملة دهم واعتقالات في مناطق ريف دمشق، هل تصلكم أخبار في هذا الصدد وما تداعيات ذلك على الموقف برمته في سوريا؟
نعم يعني الأخبار هي تصل تباعا، وريف دمشق مستهدف، وخاصة منطقة دارية اعتقلوا العشرات فيها، وأيضا حملات دهم واعتقالات في كل من الغوطة الشرقية من زملكة وثقبة، وهذه المناطق أصبحت يعني شبه منكوبة بعد أن يعني النظام السوري خلق مبرر أنه يواجه الجيش الحر في سبيل سحق المدنيين، وهذا هو التكتيك الذي لعب عليه النظام السوري واغتر به العالم، أنه يعني يواجه الجيش الحر حتى يعني يبرر له سحق هذا المناطق. الجيش الحر هو لحماية المدنيين ولحماية المدن فقط من نهب قوات الأمن، وعندما يجد أن القصف لا يميز ينسحب هذه القوات ولا تواجه كتائب الأسد المحتلة، لأنها تملك المدرعات وتملك الدبابات. حملة الدهم أيضا تركزت في كثير من المناطق، وهناك دهم واعتقالات، وهناك الأدهى من ذلك هو نهب المنازل واحتراق، وقاموا بحرق بعضها. الوضع لا يمكن تحمله ولا يمكن السكوت عليه، وننتظر من إخوتنا العرب تصعيد اللهجة، لأنه النظام السوري يتبع الآن تكتيك أنكم كلما ضغطتم علي سياسيا ودوليا أنا سأضغط على هذا الشارع وسأقتل أكثر، ويعني يعني هو مثل يعني كأنه يملك بيده ولد صغير وبيده سكين، كلما اقترب منه شخص ليخلص هذا الولد من هذا الوحش يقوم هذا الوحش بطعن هذا الطفل الصغير في منطقة أخرى من جسده، وهذا ما يفعله النظام السوري حاليا بالشعب السوري. فنحن ننتظر أن بداية من أخوتنا في الخليج العربي أن يقوموا بخطوات مماثلة كما قامت به السائرة تونس، وأن يعني يسلموا السفارات إلى المجلس الوطني، وأن يقطعوا العلاقات، وأن يكون هناك تصعيد بالنبرة الاقتصادية، لا أن نطلب من الغرب هذا، وأن يكون هناك ضغط حقيقي على روسيا حتى تغير موقفها، لأنه يعني مجلس الأمن إن لم يتخذ قرار اليوم فهذا سيعتبر وصمة عار في جبين البشرية كلها، أنها في عام 2011 وترى هذه المذابح مجزرة 82، يعني كان هناك عذر أنهم تأخروا حتى اكتشفوها، أما هذه المذابح مباشرة تصل الصور يسجلها إخوتنا على الكاميرات وعلى الموبايلات، وعندما ويغادرون من منطقة مقطوعة فيها الاتصالات إلى منطقة فيها اتصالات وفيها إنترنت ويوصلون إلينا الفيديوهات، والفيديوهات لا تكذب والصور لا تكذب، ويعني نتكلم عن 1000 جريح، يعني لدينا 1000 شهادة، ونتكلم عن 300 جريح. نعم سيدي، يعني كان الله في العون. عذرا لضيق الوقت، السيد علي الحسن الناطق الإعلامية باسم الهيئة العامة للثورة السورية، شكرا على المشاركة.